أهلا بكم في أحد بيوت الرعاية النهارية في بلدية ألبورغ. في بلدية ألبورغ يوجد لدينا عدة مراكز للرعاية النهارية لطفلك لتناسب عمره. الحاضنة النهارية تهتم في طفلك من عمر 6 أشهر، وفي بعض الحالات في مرحلة مبكرة إلى عمر 3 سنوات. الرعاية تحضن طفلك مع 3 أطفال آخرين في بيت الحاضنة، وهذا يعطي الأطفال فرصة في إطار عائلي لمزاولة النشاطات اليومية. وهذا يعني أنه لا يوجد رعاية للأطفال الصغار مشابهين بعضهم البعض، لكن جميعهم مختلفين وعندهم نشاطات مختلفة، ولكن جميعهم يشتركون في العمل التوجيهي وفي الهدف. عادة يتم تسجيل 4 أطفال لكل حاضنة، وهذا العدد القليل من الأطفال يعطي الطفل التواصل القريب مع البالغين حسب احتياج الطفل. الحاضنة ممكن أن تكون امرأة أو أن يكون رجلا، ولكن المشترك بينهم أنهم معترف بهم من قبل البلدية وعندهم شهادة أساسية بدورة تعليمية للأطفال. إن بلدية الرعاية تهتم في أحد فإن الحاضنات يكون لهم المهارات المتسلسلة، والحاضنة تعمل في اتصال مع الحاضنات المتخصصين، والهدف هو الدعم لحاضنات الأطفال الصغار. إن الحاضنات المتخصصين بالأطفال يزورون دور الرعاية للأطفال الصغار حسب الحاجة ويمدونهم بالإرشاد والتوجيه. هناك فرصة أن تحصل على مترجم. في دور الرعاية للأطفال الصغار يوجد أوقات ثابتة للجلب والأخذ، ولكن يمكنك أن تجلب طفلك وأن تأخذه بين الأوقات الثابتة. هناك عدة أوقات تختارها، من 6:00 صباحا حتى 1:35، وهناك وقت من 6:35 حتى 4:05، وهناك وقت من 7:00 حتى 4:35، أو أن تختار وقت من 7:30 حتى 5:05. عندما يبدأ طفلك في دار رعاية الأطفال الصغار، فمن المهم أن يعتاد طفلك على المكان. لذلك تنصح الحاضنة أن يبدأ طفلك في دار الرعاية بساعات قليلة، 2 ساعة في الأيام الأولى. الحاضنة هي المسؤولة عن ترتيب النشاطات خلال اليوم، ولكن النشاطات يجب أن تكون بحسب احتياج الأطفال. اليوم تخلله ألعاب كثيرة تركز على الحركة، كما أنه هناك نشاطات موسيقية مختلفة ونزهات لعدة أماكن. بعض الحاضنات يلتقون مع حاضنات آخرين في مكان خاص اسمه صالون اللعب، حيث هناك فرصة للأطفال أن يلتقوا مع أطفال آخرين وتكون نشاطات مختلفة. في صالون اللعب هناك مكان أوسع للعب، وهناك موسيقى حرفية. من الممكن أن تكون النشاطات متعددة ومختلفة، وذلك بحسب أي صالون للألعاب تذهب عليه الحاضنة. الحاضنة تخبرك عن يوميات طفلك وعن النشاطات التي ستكون عندما يبدأ طفلك. الثياب للخارج أو الأشياء التي يجب أن تكون لطفلك. النشاطات تكون في الداخل والخارج، وبسبب تغيير الطقس المتعدد فمن المهم أن يكون لطفلك الثياب والأحذية المناسب للداخل والخارج. يجب عليك إحضار غيارات للطفل وحفاضات لدار الرعاية، وإذا كان طفلك يستخدم المصاصة يجب إحضارها أيضا. انظر إلى الكتيب أو اسأل الحاضنة نفسها. في الدنمارك من الطبيعي أن الأطفال والعمر الثانية من العمر أن يناموا في عربة الأطفال في الخارج. من المهم في البداية التكلم مع الحاضنة عن عادة النوم في منتصف النهار، ومن عمر 2 سنة ينام الأطفال في الداخل. الحاضنة تهتم بإعطاء الطعام المختلف عدة مرات خلال اليوم وتأخذه بعين الاعتبار صحة الطفل، وتعطي وجبة كاملة وفاكهة ووجبات خفيفة. يجب إعلام الحاضنة إذا كان طفلك لا يأكل نوع من معين من الطعام أو عنده حساسية لطعام خاص. نامل أن تكون قد استمتعت بالزيارة، ويفرحنا أن نراك في إحدى دور الرعاية في بلدية ألبورغ.